هذا ما يصارش. دوك الرجال اللي عندهم وليدات ومطلقين، هذه مناسبة كبيرة عند الله، هذه العواشر، الناس كيتقربوا من الله، الناس كيزكيو، الناس كيديروا بزاف ديال الخير باش يلقاو بزاف الاحسان وبزاف الاجر مع الله. سمعنا اخويا مزيان، الله يرحم لك الوالدين، نسى دوك الخلافات اللي ما بينكم من ديك السيده، نسى المشاكل، نسى الصراعات، نسى شنو داز ما بينك وبينها، خلي داك الشيء ابار. هذوك الوليدات ديالك كيبقاو من صلبك، كيبقاو من لحمك، كيلقاو من دمك، كيبقاو انهم التقليد ديالهم عليك. سير اخويا الا سمعت هذا الفيديو ديالي، الله يرحم لك الوالدين، سير هز وليداتك في هذه المناسبه وسير ديهم كسيهم، شري لهم الاحتياجات ديالهم، اللي كانوا عندك امكانيات سير عيد لهم، فرحهم. ما كانش عندك امكانيه كنت على قد الحال، لقيتي انه ما قررتي انه ما امكن باش تقدر تعاون ديك السيده في حاله ديال الفلوس ديال العيد، ماشي مشكل، عاونها ونسى الخلافات. ردني يا خويا كدور، وراه بزاف ديال الامور يقدروا ان شاء الله هذا الخير اللي غدير، يقدر ربي يبارك لك في تجارتك، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في دوك الوليدات، واحد النهار تكبر تلقاهم ساند لك، تلقاهم حداك، وتلقاهم بزاف ديال الامور. والدراري الصغار ما كينساوش بحال هاد الامور، كما انهم فاش كيكبروا يعرفوا بانهم باهم كان معاهم، بلا باهم كان فرحهم. ما تخليش ولادك انهم يحقدوا عليك واحد النهار، ولا انك ما كتسوقش ليهم، ولا انك مشيتي عشتي حياتك، ولا عاودتي تزوجتي، ولا عاودتي ولدتي، ودوك الاولاد اللي طلقتي انك صافي ما بقيتيش مسوق ليهم. لا خويا، هذوك الاولاد اولى بك، دير الاجر فيهم، دير الاحسان فيهم، تهلا فيهم. كيف ما قلت لك اخويا، واحد النهار تقدر تلقاهم سند لك وتلقاهم حداك. نتمنى هذا الميساج يكون وصلكم. تهلاو في وليداتكم، ونساو الصراعات اللي ما بينكم ومن ديك المرأة، خلي داكشي اللي غديرو ما بينك وبين ولادك وما بينه وما بين الله، ربي ان شاء الله يقدر يبارك لك بزاف ديال الامور. نتمنى اخويا يكون وصلك الميساج، تحياتي.